فيديو الموالي لبارو بارو ايست ويست. هذا راه غادي يتحول، ما يبقاش سميتو لبارو ايست ويست. هناك اخبار تروج انه غيولي شارع محمد السادس، نصره الله، اطال الله عمره. من هو هذا البارو ايست ويست؟ انا كما قلنا لكم خص الدوله دير فيه داك اش كيقولوا ليه الرادار ولا الرادار، الرادار الرادار، لان كاين شي وحدين هنا كيجريو مراقبه بالسرعه. وهنا يد لي راه هذا سميتو راه داروا فيه كلشي، داروا فيه ملاعب القرب مزيانين، داروا فيه الباساج ديال البيتون هما الراجلين، داروا فيه البيس سيكلاب. راه حصلوا عليه الفلوس هذا، ما عنديش المونطا اكزاكت، ولكن هاد لابارتي هادي دابا مصايبه سيكاطرا، مصايبه سيكاطرا. راه درت غزاوه في هاد البارو ايست ويست، شدات جوج، شدات دوزيام ترونش وتروزيام ترونش. واخا هكاك هما سيكاطرا ما يوصلوش النيفو ديال اريك، واعرين عليهم اريك. هو بعد مرات راه كيما كتعرفوا هاد الصفقات العموميه كيكون فيهم التخوفيش، راه ضروري كيكون. علاش دابا كتلقى دابا لي ميتر دوفراج كيديروا الصرف، تلقى هو نيت ديال الشركة كيقول لخوه ديال الشركة فلان فلانية لا ختو ولا ولدي عمو اش غادير فيها، غار بروجي اش خاص ندير. ولكن داكشي دابا راه جريمة، لأن دابا إلا جات لهم هادوك المفتشيات المالية ديال وزارة الداخلية وعرفوهم كيديروا الإفشاء السلمي، يعني راه الحبس. دابا راه شوف دابا المغارب المغرب دابا بداو كيصير، واخا مشى داكشي ديال تكيتي على الفلوس كنديماري، دابا ولاو إلا بغا يشدو بغا يشدو. بارو إيست ويست يا سلام، عندك ما تقول عليه. حتى هادشي دابا ديال التشوير راه دارو فيها سميتو عاودو سباقية الراجلين، خلي بنادم يدوز. مالين بيكالا، شوف واحد مول بيكالا تبارك الله احترم القانون، والبيكالا ديال الكاسكو ما ديالها الموتور، باش تعرف راه كاين شي مواطنين اللي هما صالحين وكاين شي مواطنين غير صالحين. ولكن هذاك بالنسبه انا الموتور ما يديرش الكاسك، ما عنديش انا مشكل. اللي مشكل هو السرعه والازعاج، خاص هذوك الماكينات بداو يحيدوهم ليهم، هنا كاين الناس كيتشكاو من هذا المنبر هذا، الناس اللي ساكنين في العمارات كيكون عندكم بحال هادشي ديال الماطر داكشي، راه تقدروا ديروا الشكايه لولايه العام، كيدوز حداكم الماطر وكيبداو يبراكيو تما داكشي، كديروا شكايه لولايه العام كون كوا باننا نحن ساكنات على قلتي اقامه فلان بن فلان نعاني منذ مده من داكشي، كتكتبها عند كاتب 40 درهم ولا 50 درهم وكتسلو فيها وكتعطيوها كتمشيو ديوها لولايه العام. نعاني ونطلب من سيادتكم اتخاذ تكتبوها للسيد ولي الامن اتخاذ الاجراءات الضروريه، وكتشدوا لاكوزي وكتمشيو، واي حاجه راه كتقرا مشى داكشي ديال الاداره، ما بقاش الاداره دابا فيها العريف وداك الشيء. ديك الساعات نطالب بالسلطه التدخل، شنو التدخل هما يديروا تما لي ضوضان ولا شوف اش غايديروا، البوليس راه كاينه خدمتهم هما عارفين اش غايديروا. واخا هكاك اكادير فيها واحد شويه مازال ما كيصغيرو بزاف على هاد المطر هادو. انا اللي لاحظت 90% ديال المطر بعدا ما كيديروش الكاسك، ما كيحترموش الضو. وكاين من المطر اللي كتلاقى مسكين شاري الموتور كيترزق به كيمشي به للخدمه ويجي به للخدمه قدام على وليداتو، اما دوك البلاص راه بلي بار ديالهم كيبانو داك الموتور تيتزق جايب الربحه بشي خنت صافي. كيبكيو عليه الناس واحد السيمانه كينساو هنيت. بالنسبة لهاد الجامعة هذا راه
كيبان لي غادي مزيان. عرفتي شحال ديال الفلوس دالهم هاد الجامع؟ دابا انا هاد الجامع دابا شحال دالو؟ 5 مليار ياك. كون بناو دابا، انا دابا النظريه ديالي كون بناو دابا غير دوك الملاجئ ديال سميتو ديال دوك المشرى ديال الكره داروا خير في عباد الله. علاش؟ لان السلام راه فيها الجامع، اكادير راه فيه الجوامع. لكن دابا غير نظريه دوك صحاب لا وانت هادي وهادي بعدا خصك تعرف بان هذا الراي ديال مجموعه من المواطنين. شحال من واحد مسكين دابا ما كيتلاقاش فين ينعس. هذا بنات وزارة الأوقاف ماشي بناو المحسنين. الله ما عطوش 5 مليار ولا 4 مليار باش بناو. هاد الشارع بعدا عندهم راه داروا فيه الكازون.